مساء الفل يا معالي الوزير. اهلا استاذ فنون، ازي حضرتك يا محمد بيك؟ الله يسلمك يا فندم، الله يخليك. الحقيقه انا سعيد وازعم ان حضرتك تشاركني السعاده بالفكره الرائعه اللي انتهجتها الدوله بموضوع شهاده امان، لانها نوع من التطبيق الحقيقي للتكافل الاجتماعي اللي نصت عليه الاديان واللي كلنا بنطالب بيه طول الوقت. وتصريحات حضرتك النهارده كمان مبشره انه الاعداد في تزايد والحاله النفسيه لهؤلاء العمال اكيد هتتحسن كثيرا عندما يشعروا انهم في امان. يعني خلينا برضو نرجع الشيء لصاحبه، يمكن المبادره اللي اطلقها السيد رئيس الجمهوريه برعايه والنظر للعماله غير المنتظمه على مستوى الجمهوريه واطلاق ايضا شهاده امان ليهم، يمكن ده كان هو الدافع والشراره اللي ادت كل الجهات ان كان في الاجهزه التنفيذيه والحكومه وكذلك في مؤسسات يمكن المجتمع المدني. يمكن شفنا النهارده في القافله معانا مؤسسه صناع الخير اللي بتساهم النهارده لرعايه هذه الفئه من العماله وبتعمل لهم كشف على العيون في العاصمه الاداريه الجديده. يمكن من خلال هذا الكشف اللي هيبقى محتاج اجراء جراحه، هيتم هذه الجراحه مجانا على حساب المؤسسه. يمكن ايضا اللي هيحتاج اي علاجات هيتم صرفها ليهم، حتى اللي احتاج نظارات بيعملوا لهم ايضا النظارات. فاحنا بنحاول من خلال حضرتك برضو ان احنا زي ما انت قلت بالظبط، يجب ان تتكاتف جميع الايدي في هذه الدوله للنظر بعين صحيحه، مش بس في شهاده امان، احنا عايزين نكمل المشوار. احنا النهارده بنعمل قاعده بيانات للعماله غير المنتظمه عشان ننظر في تصنيف هذه العماله على مستوى ال 27 محافظه، ننظر لتصنيفها ايضا مهنيا ونعرف كل مهنه فيها قد ايه، ونكون نقعد في اجهزه، نقعد وزاره التضامن مع القوى العامله مع التنميه المحليه مع النقابات العماليه، نضع اليات كامله لرعايه هذه الفئه. ممتاز ممتاز. طيب بما ان حضرتك معانا النهارده كمان حضرت اجتماع مع دوله رئيس مجلس الوزراء كان الموضوع متعلق بمنطقه شق التعبان وكان حاضر المحافظ القاهره، ايه الحلم لهذه المنطقه؟ ايه المستقبل بتاعها؟ يعني هو طبعا في اهتمام بالصناعه في هذه المنطقه، واحنا محتاجين ان احنا طبعا كل اللي موجودين يبقى في نوع من انواع تقنين الاوضاع بالنسبه لهم، وطبعا محتاجين ان دي تتحسم وتنتهي عشان يتم تطوير المنطقه تطوير جيد. ويمكن دي كانت توجيهات دوله رئيس الوزراء. شق التعبان ده عاصمه الرخام والجرانيت والسيراميك والحاجات بالزبط الحلوه دي في مصر. بالظبط، يعني من الحاجات اللي يمكن عرفناها النهارده ان هي الاولى عالميا في صناعه احد انواع هذا الرخام. الاولى عالميا؟ عالميا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. فتخيل حضرتك بقى لو اتقنن الوضع والناس اشتغلت في بيئه صح وبشكل سيستم. يعني السيد رئيس الجمهوريه مهتم جدا بتطوير هذه المنطقه عشان تبقى فعلا منطقه صناعيه للرخام على من احسن المناطق على مستوى العالم. ممتاز ممتاز، بشكرك شكرا جزيلا صديقنا العزيز معالي الوزير الدكتور محمد سعفان وزير القوى العامله.